مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن وضع المرأة في العراق مع احتفال العالم بيوم المرأة العالمي تنضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الأكاديمية والباحثة السياسية الأستاذة هبة الفدعم. أهلا بك أستاذة هبة. أهلا وسهلا، تحية طيبة لحضرتك ولجميع المشاهدين الكرام، وكل عام ولون النسوة بألف خير، والمرأة العراقية أخص المرأة العراقية بألف خير. وأنت بألف خير أستاذة هبة. بداية، يعني في اليوم العالمي للمرأة هناك قوانين ومواثيق وضعت وشروط وضعت أيضا لحياة كريمة للمرأة، لكن كيف تتابعين وضع المرأة العراقية؟ المرأة العراقية بعيد تماما وبعيد كل البعد عن القوانين وعن الوعود التي دائما ما تصرح بها الحكومات المتعاقبة في العراق من بعد 2003. دائما هناك وعود، ودائما هناك تصريحات، ودائما هناك هتافات من أجل تمكين المرأة ومن أجل تطوير دورها داخل المجتمع العراقي ومن أجل تعزيز وجودها داخل المجتمع العراقي، لكن للأسف ما تتعرض له المرأة العراقية حاليا من تعنيف مجتمعي، تنمر، عدم تكافؤ بالفرص، وعدم ضمان لحقوقها كعنصر فعال وأساسي في هذا المجتمع، بعيد تماما عن كل الهتافات وكل الوعود التي تطلقها الحكومات المتعاقبة من بعد 2003. لذلك وضع المرأة العراقية الآن مكانه من سيء وينحدر إلى الأسوأ للأسف، هذا حسب التقارير التي جاءت بها العديد من المنظمات الدولية، وآخرها كان التقرير الذي الأمم المتحدة أصدرت الأمم المتحدة بيانا صحفيا بشأن الجرائم التي ارتكبت بحق النساء في العراق، والذي ما لفت انتباههم وحثهم على أن حثهم على حث الحكومة العراقية على إصدار قانون من أجل ضمان حريات وحقوق المرأة العراقية. كيف تتابعين تعاطي الحكومة مع هذه القوانين أو تعاملها وتفاعلها مع القضايا المتعلقة بالمرأة؟ هل هي جادة في معالجة مشاكل المرأة العراقية ومحاولة يعني إعطائها الفرصة كما تفضلتي، الفرص غير متوازنة، حتى في التمثيل البرلماني على سبيل المثال لا تحظى المرأة أو داخل الحكومة بمثل ما يحظى به الرجل، وبالتالي هنا السؤال، يعني هل الحكومة في بغداد جادة بإعطاء المرأة حقوقها أو إنصافها وفق القوانين؟ في كل دورات برلمانية جديدة وعند استلام أي حكومات دائما ما مثل ما ذكرت سابقا، دائما هناك بعض الوعود والتصريحات التي تسلط الضوء على المرأة، لكن لا يوجد هناك فعلا خطوات حقيقية وجادة من أجل النهوض بواقع المرأة ومن أجل ضمان حرياتها ومن أجل الحفاظ على حياتها حتى تمكين المرأة. بالمناسبة أنت أتيت على ذكر نقطة جدا مهمة وأساسية، تمكين المرأة داخل قبة البرلمان أو داخل أو في الخط الأول من الحكومة حاليا، بعضهن يتسيدن مناصب وزارية ومقاعد برلمانية كبيرة، لكن للأسف تمكين العنصر النسوي في هذا المجال لم يكن من أجل تمكين المرأة وبالتالي النهوض بالمجتمع العراقي، وإنما تمكينهم كان نتيجة تمكين الجهات السياسية والأحزاب والكتل والجهات الفاعلة التي جاءت بهم، لذلك هم ليسوا لاعب داخل قبة البرلمان ينفذ خطط وأهداف وسياقات الأحزاب التي جاءت بهم، هم بعيدين تماما عن، طبعا التعميم غلط، التعميم غلط، لكن هذه هي للأسف هذا هي النظرة العامة، دور المرأة مغيب مجهل مع الأسف في المجتمع العراقي، ما زالت هناك مجموعة من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة العراقية، ما زالت المرأة العراقية تعاني من عنف مجتمعي، نحن نتكلم هنا عن مجتمعي. وهنا نأتي إلى سؤال أستاذة هبة، يعني هذه الثقافة، ثقافة تهميش المرأة وانتهاك حقوقها والاعتداء عليها، من الذي يتحمل مسؤولية تنمية هذه الثقافات في مجتمع تديره أحزاب إسلامية؟ يعني تنشئ مؤتمرات وندوات للمرأة وللدفاع عن حقوق المرأة، ويقولون بأنها عورة، ويقولون بأنها يجب أن تأخذ حقوقها، لكن في النهاية نرى بأن هناك ثقافة مجتمعية معنية بالتعدي على المرأة العراقية وتهميش دورها، من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ أنا أعتقد
أعتقد أن كل الجهات الفاعلة في العراق الآن تتحمل هذه المسؤولية، ابتداء من الحكومة العراقية وانتهاء بكل العاملين أو كل الفاعلين في المجتمع العراقي. يجب تثقيف المجتمع العراقي مجتمعيا، ويجب اتخاذ خطوات حقيقية وجادة من قبل الحكومة العراقية، وخصوصا تعديل قانون العقوبات العراقي المرقم رقم 111 لسنة 1969، الذي بالفقرة 409، التي هذه الفقرة التي تضمن إفلات العقاب بالنسبة للأشخاص المرتكبين الجرائم التي دائما ما تؤثر بأنها جرائم شرف. دائما ما ترتكب هذه الجرائم ويتم من خلالها سلب لحريات وحقوق لنساء، وهذا ما شاهدناه. وسائل التواصل الاجتماعي تعج وتضج بالعديد من الجرائم التي ارتكبت ضد النساء عراقيات بداعي الشرف، هناك بعضها ما تم نشرها وبعضها الآخر تم التحفظ عليها. للأسف لا توجد خطوة حقيقية وجادة من قبل الحكومة العراقية من أجل تعديل هذه الفقرات القانونية واتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة من أجل الحفاظ على حريات وعدم التعدي على حريات هذه حريات وحقوق إنسان، وليست فقط حرية نساء، هذا تعدي على طيب حرية بشر، حرية إنسان. أستاذة هبة، المرأة العراقية عندما نذكرها نذكر شرائح مختلفة، ونأتي بالحديث إلى جزئية النازحين والمهجرين، وهذه الشريحة حقيقة تعاني الأمرين أكثر ربما من باقي المدن العراقية، يعني أم وابنتها في العراء بلا معيل وبلا حماية حقيقة، ويتعرضن لكثير من المشاكل. لماذا لم نجد دورا دوليا حقيقيا في سبيل حماية المرأة العراقية المهجرة والنازحة؟ حقيقة يجب ذكره الآن، المجتمع الدولي حاول بشكل كبير جدا مد يد العون للنازحين ومد يد العون لأهلنا من المهجرين ومن النازحين، المهجرين من قراهم ومن مدنهم، لكن للأسف الحكومة العراقية لم تكن جادة بمد يد العون، لأنه حتى الجهود الدولية هي يجب أن تقابل بتعاون من قبل الحكومة الداخلية. لا يمكن للجهود الدولية ولا يمكن للمنظمات الدولية أن تخترق الحكومة العراقية. لذلك أنا أؤمن أن الجهد الأساسي والحقيقي والخطوات الحقيقية الجادة من أجل النهوض بهذا الواقع هو تأتي على عاتق الحكومة العراقية الموجودة حالياً. يجب أن تولي هذا الملف يعني أهمية كبيرة عن باقي الملفات الأخرى. هذا الملف يضاهي بأهميته الملف الأمني العراقي حاليا. مشكلة أهلنا من النازحين والمهجرين من قراهم ومن مدنهم مشكلة ومعضلة إنسانية، يعني يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار وبشكل جدي. طبعا دائما ما يتم المنادات ودائما ما يتم الإتيان بذكر هذه الملفات عند القرب باقتراب الانتخابات والدعايات الانتخابية، وللأسف تم استخدام هذه المشاكل وهذه المعضلات الإنسانية، تم استخدامها كشكل مادة دعائية من قبل الأحزاب ومن قبل الشخصيات الذين تم ترشيحهم للبرلمان، لكن للأسف لم تتم معالجة هذه المشاكل. العبء الأساسي يقع على عاتق المرأة للأسف، يعني المشكلة كلها تقع على عاتق المرأة. المرأة هي ليست نصف المجتمع، المرأة هي كل المجتمع، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي الابنة، هي الرفيق الدائم والمستمر مع الرجل، هي أول الأشخاص الذين يقدموا العطاء. فكيف إذا لم يتم الاهتمام بهذا العنصر الفعال والأساسي في المجتمع، كيف ممكن لأجيال أخرى أن يتم النهوض بها وأن يتم تطويرها؟ كيف يمكن أن يتم تطوير مجتمع بدون تطوير وبدون إلاء الاهتمام بهذا العنصر الأساسي والفعال بالمجتمع؟ صحيح. أستاذة هبة الفدعم الأكاديمية والباحثة السياسية، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.